وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن، والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا عند الكلام على الأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد ربه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد أن يعرفها أو على المسلم أن يعرفها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل لك كيف عرفت ربك أو بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. هنا فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، وهذا دليل من وهذا دليل من المؤلف أو إشارة من المؤلف إلى أنه يجب على العبد أن يعرف ربه، وأن هناك أشياء بها يعرف بها ربه، هناك أشياء تعرفك بربك تبارك وتعالى. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ثم إذا قيل لك بما عرفت ربك، إذن هناك أشياء تعرفنا بالله تبارك وتعالى، هناك أشياء تعرفنا بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا تعرف لمخلوقاته، الله جل وعلا تعرف لعباده بآياته وبمخلوقاته، بآياته الشرعية وآياته الكونية وبمخلوقاته أيضا. فهذا مما يفيدك أن أمارات وعلامات ودلائل والحجج والبينات التي تعرفك على الله سبحانه وتعالى موجودة، فليس لأحد عذر في أن يشرك وأن يكفر بالله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يشرك وأن يكفر بالله عز وجل. والله تعالى أمرنا بأن نتعلم هذا وأن نعرفه جل وعلا، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، فالله جل وعلا تعرف لعباده بدلائل كثيرة، فليس لأحد أن يتنكر ويقول: لا أعرف الله، ولا أعرف الخالق، ولا أعرف المعبود بحق سبحانه وتعالى. قد يقول: لا أعرف حكمه الشرعي، لم يصل إليه ولم ينتهي إليه. لكن أن يشرك بالله عز وجل وأن يكفر بالله وأن ينكر وجود الخالق أو يجعل غير الله مع الله، هذا من الكفر والشرك الذي ليس لأحد عذر فيه أبدا. فإذا قيل كيف عرفت ربك أو بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، يجب عليك أن تقر بالله جل وعلا وأن تتعرف على الله. بماذا تتعرف وكيف تتعرف وبما تتعرف؟ بالآيات وبالمخلوقات. الآيات جمع آية، والآية هي العلامة، ها؟ الآية هي العلامة،
وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملك. آية ملكه أي علامة ملكه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى قال رب اجعل لي آية. زكريا قال قال يا رب اجعل لي آية التي تدل على أنه أن امرأة تكون حامل. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك خلقتك من قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. ما هي الآية؟ ما هي العلامة؟ قال آيتك أن تكلم الناس 3 ليالي سوي يعني لا تكلمهم وأنت في حال سوي في حال سوي لم يصبك مرض أو علة تمنعك من الكلام. فإذا أدركك ذلك فذلك علامة أن زوجتك قد حملت بهذا الحمل. وقال عليه الصلاة والسلام حديث وآية المنافق 3 في رواية 4 أي علامته. وسأنبئك بآياتها آية الساعة أي علاماته. هذه الآية هي هذه هذا المعنى في اللغة. والمعنى في الشرع تطلق على أمرين الآية الشرعية والآية الكونية. أما الآية الشرعية فهي ماذا؟ آيات القرآن الكريم واصطلح أهل القراءة على تسمية الآية هي ذاك الشطر والجملة من القرآن التي تبتدئ لها بداية ولها نهاية بداية ونهاية. قد يكون انتهى عندها المعنى وقد لا يكون واضح. ومن هنا نخرج إلى علم اللي يسمى علم القراءات أو علم القرآن. بماذا تحدد الآية؟ هل يسمونه إيش؟ العد القرآن عد الآيات العد علم عد الآيات. فهذا العد وتحديد الآيات هذا توقيفي في الجملة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدد لهم الآيات ووقع فيه الاختلاف. فعندنا العد المدني الأول والثاني وعندنا العد الكوفي المكي عفوا العد المكي وعندنا العد الكوفي والشامي. العد الكوفي والشامي فيه الكوفي وفيه البصري وعندنا الشامي أيضا. هذه أنواع العد أشهرها المدني والمكي وألف أهل العلم في ذلك. ومن أشهر التأليفات تأليف الشاطبي منظومة الرأية شو اسمها ناظمة الزهر أظن اسمها كذا في عد الآيات مطبوعة النظم والشرح وفي أيضا تأليفات هذا نظم للشاطبي وفي تأليفات قبله ممتازة في هذا الباب وبعده. ومن المنظومات المعاصرة نظم شيخنا إيهاب فكري المصري طبيب دكتور صاحب قراءات العشر الصغرى والكبرى التسهيل في عد الآيات منظومة في 90 بيت جامعة فيها عد الآيات القرآن. الآيات الشرعية الآية الشرعية هي هذه قرآن كريم كلام الله تعالى شطر منه جملة منه لها بداية ونهاية مقطع تقف عنده قد يكون تم المعنى وقد لا يكون. قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين رأس آية باتفاق وبالليل في الآية الأخرى أفلا تعقلون. هذه الآية الشرعية القرآن الكريم وهذا كلام الله سبحانه وتعالى عز وجل. تعرف الله تعالى إلى عباده بالآيات الشرعية القرآن الكريم
يعني كلام الله عز وجل عظيم. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فآيات القرآن الكريم عظيمة لمن تمعنها وتدبرها، لمن تمعنها وتدبرها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلا هذه الآيات على بعضهم يحدث له ارتجاج في نفسه وفي قلبه، لما يعلم من صدق هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ومن قوته وما فيه من صدق المعاني والدلالات والتأثير. كما قال جبير بن مطعم لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ويقرأ الطور، قال تبارك وتعالى: سمع يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطيب. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، هذا جبير بن مطعم قبل أن يسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتعرف الله عز وجل إلينا بهذا الكتاب بالآيات الشرعية. تقرأ في كتاب الله عز وجل فتجد أسرار الكون وأسرار الخلق، تجد ذكر مخلوقات الله عز وجل وعجائب ما خلق الله تبارك وتعالى، تجد قصص الأولين وقصص الماضين، تجد الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي، تجد الثواب والعقاب والترغيب والترهيب، تجد الكلام على اليوم الآخر والبعث والنشور. تضمن القرآن سبع محاور في الجملة، وكلها ترجع إلى التوحيد. التوحيد والإيمان والعقائد، وذكر الأحكام الشرعية، وذكر الوعد والثواب والأجر والوعيد العقاب، و التوعد والتهديد، وذكر القصص، وذكر الأمثال. والقصص والأمثال وذكر اليوم الآخر، البعث اليوم الآخر، اليوم الآخر، لأنه هذا أيضا نعم. هي سبعة محاور وكلها ترجع إلى التوحيد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. لأن القرآن الكريم إما ينص على التوحيد وما يضاده، أو يذكر الثواب والعقاب وهذا جزاء من آمن أو كفر، وذكر الأحكام الشرعية. ذكرتها الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية وهي من مقتضيات التوحيد، تعبد الله عز وجل بما أمر ونهى. ذكر القصص وهو قصص السابقين من أطاع أو من عصى، والأمثال التي فيها عظات وعبر، واليوم الآخر هو يوم الجزاء، وكلها ترجع إلى التوحيد. بما عرفت ربك قل بآياته ومخلوقاته. ومن الآيات الآيات الشرعية، وإن كان هو لم يذكرها، ذكر الآيات الكونية في كما سيأتي، لكن الآيات الشرعية يتعرف بها. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. لكن هي آيات بينات واضحات الدلائل عظيمة، من خوطب بها فإنه لو كان منصفا آمن بأن هذا الكلام ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله تبارك وتعالى، بل هو كلام الله عز وجل. حتى قال بعضهم: لو قيل أنه وأنت تمشي في الصحراء وجدت هذا الكتاب مكتوبا، فإذا قرأته من أول إلى آخره مستحيل أن تقول هذا في واحد كتبه وأضيعه وأضعه في صحراء الجزيرة في ذاك الزمان، وما فيه هذا الكتاب من ذكر أسرار الكون وأسرار الخلق ومعاني عظيمة، من قرأه بإنصاف عالم بوجود الله عز وجل وحدانيته، وتعرف على الله بما فيه. والله جل وعلا قد تعرف إلينا بكتابه، ذكر فيه أسماءه وذكر فيه صفاته وذكر أفعاله وذكر مخلوقاته وذكر أسرار الكون وذكر الجزاء وذكر الحساب والعقاب، ذكر اليوم الآخر، ذكر البعث والنشور، ذكر الأنبياء والرسل والأخبار والأمثال،
ذكر أشياء كثيرة، ذكر آيات في الآفاق، وذكر آيات في أنفسنا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن بما عرفت ربك فقل بآياته، وهناك الآيات الكونية، وسميت آيات كونية بدليل القرآن الكريم، فالله جل وعلا ذكر من آياته الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار، ويختم الآيات القرآنية بما قوله إن في ذلك لآية، أي في خلق السماوات، وكما في سورة النمل اللي ذكرناها، قل الحمد لله سلام على عبادي الذين اصطفى الله خير مما يشركون، أما خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج لكم فأخرجنا لكم به فأخرج وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله. وفي سورة النحل هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فيه شجرة لكم منه شجرة ومنه شراب فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني هذه آيات، هذه آيات، وسخر الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون. وهو الذي سخر البحر تأكلون منه الحيوان طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وأنهار وسبل لعلهم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه كلها آيات. وفي سورة الروم آيات عظيمة، ذكر الليل والنهار، ذكر السماوات، ذكر الخلق، ذكر السمع، وذكر البصر، وذكر اختلاف الألسن واختلاف الألوان، وذكر البحار والأنهار ومسخرة، وكلها فيها آيات، أي دلائل وعلامات على وجود الخالق الذي خلقها وأوجدها من العدم، هو الذي يعبد، هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. ومن الأصول المقررة عند الناس أنها مجبولة على حب من أحسن إليه، هذا كان مخلوق مع مخلوق، فكيف بالعظيم تبارك وتعالى. إذا فبما عرفت ربك قل بآياته ومخلوقاته، فالآيات شرعية وكونية، وقصد الكونية لكن هذه شرعية، ومخلوقاته جمع مخلوق وهو ما خلق الله عز وجل، وهذا يعم الجميع، ولهذا مثل واستدل بآيات التي تدل على كل المخلوقات. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأنت يمكنك أن تفعل من باب ما يسميه العلماء بالتفسير الموضوعي، أن تتبع لفظه، تتبع لليل في القرآن الكريم من أول القرآن لآخره، لفظ الليل وكيف جاء ذكره، كيف جاء ذكر الليل في القرآن الكريم، يعني دخوله خروجه فائدته حكمته ما فيه، هذا كله إذا جمعت آيات، واحد يأخذ الليل واحد يأخذ النهار واحد يأخذ الشمس عند القمر وتتبع، فتجد ماذا؟ معاني عظيمة. يكون هذا من باب التفسير يسميه العلماء التفسير الموضوعي، ما ذكر في خاصية الليل. فمن آياته الليل، من آياته الليل، قال عز وجل ومن آياته أن جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، من آية صريحة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل بنهار تسكنون فيه أفلا تسمعون، بضياء تسكنون فيه أفلا تسمعون. نعم، لو أن الله جل وعلا جعل ماذا؟ جعل الليل دائم لا يوجد نهار، ما الذي يأتي بالنهار؟ لا أحد. ولو جعل الأرض كلها نهار، ما الذي يأتي بالليل؟ لا أحد. فهو الذي يأتي بالليل والنهار سبحانه وتعالى، جعل الليل والنهار آية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فالليل آية علامة والنهار آية علامة. قال عز وجل لا الليل لا الليل كيف قال
ياسين والشمس تجري مستقر لها لا تقدر عزيز عليم والقمر قدرناه نازلة حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسير هنا ذكر الليل والنهار والشمس والقمر من قبله آيات عظيمة جدا فمن آياته الليل والنهار وكذلك الشمس والقمر هذه آيات لله عز وجل مخلوقة مخلوقة هذه يعني تعبد الله جل وعلا مألوها هذه مألوها يعني مألوها هي تتعبد هي تعبد الله هي طوع الله ثم قال لا 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 ثم ماذا قال؟ قالها ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين قالت اتينا طائعين فكل طواعية امره سبحانه وتعالى والشمس خاضعة لله جل وعلا في حديث ابي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم له اتدري اين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله قال الا انها تاتي الى العرش حتى تخر ساجدا ثم تنطلق وياتي وقت تاتي فتخر ساجدا فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من المغرب فذلك يوم لا ينفع نفس الايمان ولم تكن امات من قبل او كتبت ايمانها خيرا نتم ان شاء الله في درس الله والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك.